معاك باينه بجد مروان. انت وين قاعد يا اخي؟ يا بي صوتي روح عليه وحط الطابه بالسله. هيدا سقفك صراحه. هيدا سقفك. طيب اول شيء زقفوا لمحمد مني. محمد عمل انجاز يعني تغني بعد صابر رباعي. صابر من الاشخاص اللي بيحفروا غنية حفر وبيسقط العربه بمحلها ومزوق وكامل يعني كل الذوق. بس وقفتك اول شيء غلط. وقفتك لاكي لوك ذكر لاكي لوك بالزمان هذا ركب حصان تعرفي هاي وقفه هذه يعطوا اركي هيك هذه شو الوقفه هي الحد بيك ما بعرفش غني على ستاند اب بصراحه لوك شو بدك ستاند يا اخي جلس اجريك يا اخي انت رجال طيب واحد سين الوقفه لانه الوقفه هي اساسيه خاصه غنيه رومانسيه بدها قال له بدها واحد يعرف يوقف بدها اتيتود ثاني غلطه نيوانس نيوانساتك كل وقت غلط مثلا عم بتقول انت اتحدى بيك كل البشر ليه كريشاندو دي كريشاندو غلط يعني اعطوه بدك تقول بتحدى بيك كل البشر مثلا بدك تهيئ له للكريشاندو مش انت بتطلع دغري وبتنزل دغري نيونساتك غلي وقت غلط كانت فخاصه بالكوبليه عملت عرب كثير حلوين انه عليه افريك برافو هيدي شغله بدي اهنيك عليها بين انك درسهم منيح
ومش سائلين تزيد عصاب رباعي بدون سؤالة معناتها انك فنان. وانا بس بدي اقول لك عطيتك المنيح والعاطي بالبرفورمنس تبعك، بس كان بدي اياك اكثر مبين انك حسستها الغنيه واشتغلت على وجهك تقريبا لنص الغنيه بعدين نسيت حالك. الجريماس ما كنت عم تستعمل الجريماس باول غنية، بعد بعد ثاني كوبليه بلشت نسيت حالك، شكلك كثير عشت الغنية وارتحت، نسيت شكلك رجعت تعمل هيدي التتبيله بعيونك اللي بتبشعك انت شاب حلو بتاثر علينا احنا كمشاهدين. يعني ليش هالقد عم بتعذب وعم بغني الغنية؟ المفروض تكون مبسوط، يعني مش مبسوط مبسوط، بس انه انت عم بتغني عم تطرب، ما بده واحد يشوف واحد قد مكشر وبيعمل جريماس وزعلان بس هيدا اللي بدي اقول لك اياه. بس all in all it's a very good performance محمد، بتليق بستار اكاديمي بهالفينال، فبدي اقول لك اياه. يعني يا ريت متعلم من عباس كيف واحد بيشتغل مضبوط على حاله، وخاصه غنية هالقد ضاربه وهالقد راسخه بعقولنا، ما بنعرف نحكي اليوم خيي شو بنا راسخة بعقولنا مزبوط وحافظينها مثل ما بغنيها صابر، صعب تتقبلها من حدا تاني وخاصة مبتدئ أو على طريق النجومية. فأنت فنان يا عباس، بس بدي منك شغلة مثل ما حكينا، وقفة كتير مهمة، الاتيتود على المسرح، الوقفة شغلة كتير بتأثر بالناس، كتير العالم بتتاخد بالشكل، بليز ما هيدي مطلبة من الكل. يعني خلص العهد القديم كنا نوقف هيك، صار يعني صار في صوره وصوت، مش بس صوت، صوره والشكل كثير مهمين. والدليل 80% من الفنانين العرب كلهم صاروا صوره ما في صوت، احنا بدنا صوت اكثر، وبدي منك صوره لانه انت صوتك حلو، بدنا الصوره كمان بليز. اوكي محمد